السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مازن. إن شاء الله النهاردة أقدم لكم طريقة عمل كيكة البرتقال بطريقة جميلة جدا وإن شاء الله تعجبكم. جهزت المحتويات بتاعتي عشان ما ضيعش الوقت. معايا هنا كوبايتين دقيق، كوبايتين معيار ده، يعني هي الأصل بتاعها 3 كوبايات لو الكوباية زي دي كده. فأنتي عشان الكوباية كبيرة اعملي كوبايتين دي، وانا بحب في كيكه البرتقال بالذات ان انا اخليها العجينه بتاعتها ناعمه شويه، تكون تقيله شويه مش هشه. هي بتبقى جميله وهشه بس بتكون العجينه متماسكه شويه عن الكيكه العاديه اللي هي باللبن او بالزبادي. بكون مجهزه كوبايه عصير برتقال من نفس الكوبايه اللي عيرت بيها دي، يعني البرتقال نص الدقيق، وهنا كوبايه وربع سكر، ويا ريت يبقى سكر ناعم على قد ما تقدري، وكوباية زيت. الزيت بيخليها نفشة، بس حطي معاه معلقة سمنة هتديها طعم بالذات مع كيكة البرتقال، و5 بيضات، وباكو بيكنج باودر لازم باكو بحاله، وباكو فانيليا أو بشر برتقال، انتي بقى اللي يعجبك. هنا أنا خلت الدقيق وجهزته، هبتدي أحط البيكنج باودر، وكده بيبقى الدقيق بتاعي جاهز على بقى المقادير بتاعت الكيكة وخلاص. البيكنج باودر معايا اهوت، هحطه كله. بسم الله الرحمن الرحيم. وممكن ذرة ملح، رشة صغيرة خالص، انا حطيتها مع الدقيق على فكرة. هبتدي بقى معايا اقلب الدقيق، اوزعه واحط البيض الاول في الخلاط عشان ينضرب. هنا جهزت البيض بتاعي، ال5 بيضات، هحطهم بقى معايا بسم الله الرحمن الرحيم في الخلاط. وبكون مجهزة معايا على فكرة، بكون مدفية مية. المية الدافية هحط منها شوية صغيرين، هتعمل ايه؟ هتخلي البيض ينفش معايا اكتر. هشغل بقى الخلاط وهرجع لكم ان شاء الله. هشيل الغطا عشان الهواء يدخل البيت. هخلي السرعة تدريجي شوية كده، هعليها كمان. هضيف الفانيليا وشوية المية الدافيين، هتخلي البيض ينفش معايا. شايفين ما شاء الله؟ اللي عايزه تعملها ب4 بيضات ماشي، بس انا بحبها، يعني جربتها ان انا اعملها بالبيض كتير، بيبقى باين فيها ما شاء الله، ويبقى طعمها احلى. هبتدي احط السكر معايا شوية بشوية. خلصت السكر وحطيته على يعني كميات، ما حطيتش الكوباية كلها. هبتدي احط كوباية الزيت اللي فيها معلقة سمنة. ممكن هنا بقى اوقف عشان ايه اتجاه السلاح بتاع الخلاط، وشغل شوية. ممكن تعملها في الخلاط العادي، تعملها بالمضرب بتاع البيض، بس جربي كده ان شاء الله. يعني تحطي شوية المية الدافيين على البيض وانت بتضربيه، هتفرق معاكي جامد. هحط عصير البرتقال، ودي بقى اخر خطوة معايا ان شاء الله. وعصير البرتقال بيخلي الكيكة لونها محمر الوش بتاعها عشان بيكون فيه سكر. بسم الله الرحمن الرحيم.
وعصير البرتقال ما كنا عاملاه بالعصارة اليدوي، مش عاملاه ضربة في الخلاط. انا هحتاج ده بس وعين الحاجات دي وهوريكم ان شاء الله. هنا بقى دي عملته بالبيكنج باودر، باكو بيكنج باودر ورشة ملح صغيرة جدا. المقادير عندي الجافة ودي السايلة، هنزل بالمقادير الجافة على السايلة حاجة حاجة، كمية كمية كده، وأقلبها عشان ما خرجش الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم. كيكة البرتقال بتبقى جميلة، ولما بتستوي بيبقى وشها لونه أحمر. هعمل بقى بقية الكمية بالطريقة دي وأوريك إن شاء الله. جبت الحوض اللي هو الصينية المربعة بنسميها حوض، وبطنتها بالسمنة وبدرتها بالدقيق. هبتدي بقى أصب معايا الكيكة. بسم الله الرحمن الرحيم. في الوقت ده بكون بسخن الفرن بحيث إن أنا الفرن عندي يبقى سخن. بسم الله الرحمن الرحيم. دي مقاديري في كل الكيكات على فكرة، الكيكة باللبن، الكيكة بالبرتقال، كله. بس أنا عن تجربة جربت الكيكة بالبرتقال، حسيت إن العجينة لما تكون ناعمة ومتماسكة شوية أحلى من إنها تبقى هشة قوي، بتدي طعم وفي نفس الوقت ما بتتفرولش، يعني بتلاقيها متماسكة ما شاء الله. وزي ما أنا شايفة في مساحة اهوت تيجي تنفش، يعني اداها ساعتها اداها مساحة. هبتدي بقى الفرن بتاعي سخن ادخلها فيه واوريك ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص طلعتها من الفرن، واختبرها بسكين، ان انا اغرز سكين على اعلى حتة فيها كده، لو سكين طلع نضيف يبقى استوى. بس الفكرة بقى هنا ان انا مش هطلعها من الفرن، هسيبها جواه عشان لو طلعتها تهبط معايا. هسيبها شوية والفرن بيكون مطفي على فكرة، وهتتقطع لما تبرد. انا هسيبها بس تهدى شوية وهقطعها ان شاء الله. شوفوا كده ما شاء الله شكلها عامل ازاي، ما بتقعدش في الفرن كتير. هبتدي بقى اسحب الجوانب كده عشان اقطعها، هي بتتقطع لما تبرد. بس انا عشان بس اوريكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والاحسن انك تعملي الكميه اللي انا عاملاها دي، هي كده كده سوا واحد في الفرن، تعملها في صينيه كبيره او حوض كبير او فارلك. هي بتقعد اسبوع بره، يعني بتقعد 3 ايام ل4 ايام. شوفي ما شاء الله، هطلع الطرف اهو، انا بوريكو اهوت ما شاء الله اهو، شايفين هشة خالص وبرتقال، يعني ريحة البرتقال حتى باينة. شوفوا دي بقى، بحب الطريقة دي في كيكة البرتقال بالذات، بحب انها تكون ملمسه كده، ما احبش انها تبقى هشه قوي زي بتاعه اللبن. لما تبرد كمان هتبان اكتر، هتظهر اكتر. هي بس الفروله دي عشان سخنه، ما تتقطعش سخنه خالص.
انا حبيت بس اوريكم الطريقة بتاعتي، وهي دي الطريقة، ولونها على فكرة باين بس مش باين في الكاميرا، لونها غامق خالص. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.